كانت أجمل هدية يقدمها الخطيب إلى زوجته المستقبلية هي أن يوديها للسينما. صحيح مرات تلزق وياهم الأماية والأخوت والقالة والعمة، ويضطر العريس يحجز مقصورة بدل مقعدين الحبيبين اثنين بآخر صف، ودور السينما في بغداد والمحافظات العراقية هي مقصد للشباب والعوائل الكريمة اللي كانت تتحضر إلى يوم السينما كأنهم رايحين سفرة سياحية. منا الكرزات ومنا اللفات والفواكه وغير، أما البيبسيات والشامية فموجود ومبذولة بالسينما طبعا. وكان من الطبيعي أن نشوف طالبات الكلية يروحوا للسينما يتفرجن على فيلم الخطايا لعبد الحليم حافظ، وكنا احنا الشباب عندما نقرر نروح للسينما لازم نطلع على الصحف اولا حتى نشوف عناوين الافلام اللي تنشر يوميا في معظم الصحف المحلية، واذا ما حصلنا جريدة بذاك الوقت كنا نضطر نفترع السينمات كلها من شارع الرشيد الى نهاية شارع السعدون، نطلع على البوسترات ونقيم الافلام والممثلين قبل ما نقرر اختيار السينما والفيلم المناسب. تعرفون أنه في العام 1960 بلغ عدد دور العرض في بغداد وحده 85 دار ضمت 100,000 مقعد، في الوقت اللي كان بي عدد سكان العراق ما يتجاوز 5 مليون نسمة. ويعود تاريخ السينما في العراق إلى بداية القرن الماضي وتحديدا في عام 1911 وبرعاية والي بغداد أحمد جمال بيك، وبعد غروب الشمس تم تقديم عرض سينمائي صامت في ساحة بستان أم الواوية في محلة العوينة بجانب الرصافة، وكانت هناك لوحة بيضاء صغيرة تظهر عليها كتابة توضح حركة القطار أو تشيع جنازة ملك إنجلترا أدوارد السابع. وأقيمت أول سينما في بغداد أطلق عليها سينما بلوك، كان يرتادها الأهالي مشاهدة الألعاب الخيالية بموجب بطاقة. ومع دخول الجيش البريطاني إلى بغداد عام 1917 دخلت الكهرباء وشهدت العديد من مناطق بغداد عروض سينمائية في الهواء الطلق نظمتها دائرة الاستعلامات البريطانية، وتهافت أهالي العراق لرؤية هذه الظاهرة الجديدة اللي كان يسموها البدعة الحلوة المسلية وبعضهم كان يسميها وتهافت رجال المال العراقيين على استيراد هذه البضاعة المضرة للأرباح. وخلال السنوات 1920 إلى 1928 شيدت العديد من دور العرض، وكان ممولها رجال التجارة من المواطنين اليهود العراقيين. ففي عام 1920 أنشأ تاجر سينما سنترال في منطقة حافظ القاضي في شارع الرشيد ليستبدل اسمها فيما بعد إلى سينما الرافدية. وهاي السينما شهدت نزال بالمصارع بين المصارع العراقي مجيد لولو والألماني الهر كريمر عام 1925، وعند افتتاح سينما الوطني في محل السيد سلطان علي عام 1927 عرض الفيلم الأمريكي الشهير ألف ليلة وليلة. ثم افتتحت سينما رويال التي حلت محلها عمارة وقوف السيارات عند نفق الرصاف، وكان فيها مسرح قدمت عليه العديد من الفرق المسرحية والاستعراضية أعمالها، فرق حق الشبلي وبشارة واكيم ويوسف وهبي وفاطمة رشدي وجورج أبيض ومنيرة المهدية. ودخل إلى قلوب العراقيين صغارا وكبارا الفنان العالمي شاري شابلن بحركاته الضاحكة. في سنة 1928 وصلت للعراق الأفلام السينمائية الناطقة، ويعتقد أن يكون فيلم ملك الموسيقى أتلانتس أول فيلم ناطق عرض في بغداد، إذ كانت قبل هذا التاريخ جميع الأفلام صامتة، وكان يسعان بعازفي بيانو لترافق الأفلام الصامتة كموسيقى تصويرية. ومع تقدم العمران في شارع الرشيد في الثلاثينيات تويدت سينما الزوراء الشهيرة في المربعة والرشيد الشتوي والصيفي، ثم بنى المرحوم إسماعيل شريف العاني سينما الحمراء وبدأت عروضها أولا بالأفلام الأمريكية، بعدها تخصصت بالأفلام العربية. وهذه السينما احترقت فيما بعد وحلت مكانها بناية البنك المركزي العراقي، وبنيت سينما الهلال في ساحة الميدان التي شهدت افتتاح أولى حفلات أم كلثوم عام 1932 وكان فيها جناح خاص للنساء. وبدأت كذلك سينما سنترال بإقامة حفلات
مؤسسات خاصة للنساء عام 1932 أيضا، واستمرت لسنين عدة. ثم أقدمت عائلة عيسائي وبيت مسيح عام 1936 ببناء مجمع سينما روكسي الشهير. ومن لطائف الأحداث في الخمسينات أن سينما روكسي عرضت فيلما اسمه أرقص مع الروح، وكانت هذه موجة جديدة في أوروبا. وعندما خرج الشباب بعد انتهاء العرض تحول شارع الرشيد إلى كرنفال للرقص. ومن أطرف المواقف في تلك الفترة أن البعض يفضل الدخول إلى المواقع القريبة جدا من الشاشة لاعتقادهم أنهم سيشاهدون الراقصات بشكل أفضل، وبالأخص عندما يكون رقص تحية كاريوكي أو سامية جمال. وفي يوم 6/12/1934 عرضت سينما الوطني فيلم الوردة البيضاء لمحمد عبد الوهاب، بينما عرضت سينما الزوراء فيلم أنشودة الفؤاد للمطربة نادرة والملحن زكريا أحمد. وابتدأت الأفلام الغنائية والكوميدية تغزو دور السينما التي تدر الأرباح على أصحاب مثل الوردة البيضاء ويحيى الحب وممنوع الحب وغيرها، وأفلام أم كلثوم وهي تجدو في فيلم وداد ونشيد الأمل ودنانير. وممن تركوا أثرا في دور السينما العراقية هو الأستاذ حبيب الملاك الذي جاء من البصرة في الأربعينات واقتحم هذا المجال الذي كان محتكرا من قبل اليهود، وقام ببناء أحدث دار سينما في العراق هي سينما النجوم عام 1949 في الموقع الذي كانت تحتله وزارة الإعلام سابقة ومقابل سينما غازي. وقام في تلك الفترة باستضافة الفنانين المصريين مع أفلامهم في حفلات العراق الأول، وشاهد الجمهور العراقي نعيمة عاكف والتي كانت تتمتع بشعبية كبيرة، ومحمود شكوكو مع شفيق جلال ومحمد الكحلاوي وثريا حلمي وفهمي أمان وفريد شوقي وتحية كاريوكي. وكان بعض هؤلاء يقدمون وصلة غنائية أو رقصة عند عرض أفلام. وكان الملاك صداقات حميمة مع معظم الفنانين الكبار مثل الفنان محمد عبد الوهاب الذي كان يملك شركة صوت الفن للأفلام، وفريد الأطرش ومحمد فوزي وليلى مراد. ومنذ الخمسينات حتى رحيله عام 1976 أصبح للملاك مكاتب سينمائية منتشرة في جميع أنحاء العراق، حيث امتلك وأدار أكثر من 85 دار سينما في العراق. وازدحمت منطقة الباب الشرقي بدور السينما وأصبحت بحق القلب النابض لبغداد. وفي شارع غازي تويدت سينما مترو في محلة الفضل وسينما الفردوس والشرق ثم سينما هوليوود في ساحة الطيران. وبعد الحرب العالمية الثانية يشهد العراق تحولات كبيرة في شتى المجالات وخصوصا بغداد، ففي الصالحية بجانب الكرخ افتتحت في تلك الفترة سينما فيصل، وفي الجهة المقابلة بنى الدكتور يوسف القاضي سينما ريجينيت التي امتازت بعمارتها البديعة، ثم بنى قدر الأرضملي سينما الأرضملي في علاوي الحلة التي تحول اسمها فيما بعد إلى سينما بغداد والتي لا تزال قائمة. وتطور الأكبر حدث عند بناء سينما الخيام عام 1956 لتصبح واحدة من أحد الدور العرض السينمائي لا في العراق فحسب بل في الشرق الأوسط لتتربع على عرش دور السينما. كانت جدرانها محلات بلوحات خيامية فسفورية صممت خصيصا في إيطاليا، وكراسيها المخملية المتحركة كانت فريدة من نوعها، استوردها أصحابها بيت عيزر من الولايات المتحدة، وبذلك دخلت دور السينما مرحلة التنافس في التصنيف والدرجات حسب توفر هذه الأجهزة ودرجة إمارتها وتأثيثها إلى درجة أولى وثانية وثالث. ويتذكر نور الحمداني الذي عمل مع حبيب الملاك في أول قدومه إلى بغداد عن العمل السينمائي ويقول: كانت تسجيلات الأغاني قليلة في إذاعة بغداد، ولذلك طلبوا من حبيب الملاك أن تقوم دار الإذاعة بتسجيل أغاني الأفلام العربية قبل عرض الفيلم. وجاءت الفكرة من مهندس الإذاعة بمد سلك تليفون من غرفة ماكنة العرض في سينما النجوم إلى مرسلات الإذاعة الكائنة في منطقة السنة في شارع الرشيد، وبالتعاون مع الإذاعيين المشهورين سعاد الهرمزي ومحمد علي الكريم. وبذلك فكانت إذاعة بغداد رائدة في إذاعة أغاني محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وغيرهم، ولأول مرة في الوطن العربي، وقبل أن تكون هذه الأغاني قد أذيعت في القاهرة أصلا، مما كان يؤدي إلى احتجاج الفنانين المصريين. ولكن حبيب الملاك كان يتحمل المسؤولية ويقوم بإقناع فريد الأطرش أو عبد الحليم حافظ عند وجوده في القاهرة. ومثلما شهد شارع الرشيد تطورا
تأثيراً اجتماعياً واقتصادياً وسينمائياً في الأربعينات والخمسينات، فإن الستينات شهدت تحولاً وتوسعاً في البناء، حيث بدأت منطقة البتاوين وعلى امتداد شارع السعدون تنافس شارع الرشيد والباب الشرقي، وبنيت في عام 1960 سينما النصر من قبل شركة بغداد لدور السينما، وأصبحت هذه الدار من أكبر دور العرض في بغداد، امتازت بحضور العديد من الفنانين المصريين حفلات العرض الأول لأفلامهم، ابتدأها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بحفلة على مسرحها، ومن بعده استضيفت الفنانة نادية لطفي وعبد المنعم إبراهيم وزبيدة ثروة، كما شهدت هذه الدار العرض الأول لأول فيلم عراقي ملون تاريخي وهو نبوخذنصر، ثم بنى المرحوم جلال الأورفلي سينما السندباد وبيت عيزر سينما سميرميس عام 1969، وكانت أيضا سينما درجة أولى ممتازة. بعدها قام المرحوم عبد الرزاق نوري ببناء سينما بابل قرب سينما النصر، وتبعه عبد الجليل البحراني الذي أعاد تنظيم القاعة الكائنة قرب محطة تعبئة الوقود وحولها إلى سينما أطلس، ولكن حركة بناء دور السينما الجديدة توقفت بعد أن تدنت مستويات العروض السينمائية الثمانينات مع بدء الحرب العراقية الإيرانية وانهيار بنى الثقافة العراقية وهجرة المثقفين والمبدعين خارج الوطن، وسيق مئات الآلاف من الشباب إلى جبهات القتال، وتحول الأدب والفن إلى بوق دعائي وإعلامي للسلطة والحرب، وزادت الحال سوءا مع حلول عقد التسعينات وسنوات الحصار التي قلصت من إمكان استيراد أفلام جديدة، ما أدى إلى اعتماد دور السينما على الأفلام القديمة العربية، وتراجع الجمهور تراجعا واضحا مستوى وعددا، كما لعبت الظروف الاقتصادية والأمنية التي مر بها البلد دورا مباشرا في تراجع وضع السينما، وكان لدخول القوات الأمريكية القشة التي قصمت ظهر البعير وقضت على ما تبقى، وتحولت تلك الدور إلى مخازن تجارية أو صالات مغلقة بانتظار أن تحدث معجزة وتدور ماكنتها ثانية.